انطلاقتنا مع المراكز الأولى. مقدمة الشوط المركز الأول في هذه اللحظات الشاهينية لسالم سعيد بن ناصر المنهالي مع المركز الأول، يليها مباشرة المركز الثاني. المركز الثاني الشام خالد سيد علي بن صالح بن علي الحميري مع المركز الثاني. ننتقل مباشرة إلى المركز الثالث، دموع لحمد بن هلال بالزفنة العفاري. يا سلام، ها هي دموع مع المركز الثالث. المركز الرابع هناك منتصف ممتازة لفرج بن علي بن حمودة الظاهري. المركز الخامس هناك من يصلنا مشاهدينا متابعينا الكرام، الرفاعة للسيد خليفة بن علي بن خليفة الرميتي مع المركز الخامس. المركز السادس تصل في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام الشاهينية لسيف بن سلطان بن الشدي المنصوري مع المركز السادس. المركز السابع هناك من يصلنا أيضا مشاهدينا متابعينا الكرام اختبار لعامر بن عبد الله بن محيروم المحرمي المركز السابع. هناك من تصلنا مشاهدينا متابعينا بكل مكان. المركز الثامن سرابة لخميس بن سالم بن خميس الشامسي مع المركز الثامن. المركز التاسع تصل في هذه اللحظات هناك بن تصغال لسيد أحمد بن خلف أو أحمد بن خلف بن براك المزروعي مع المركز التاسع. المركز العاشر هناك من يصلنا مشاهدينا متابعينا الكرام في هذه اللحظات تصل الواصل لعامر أو عمر بن راشد بن محمد الخيلي. هذه نتيجتنا العشرة، المراكز الأولى، نداءنا الأول. ونعود إلى مقدمة الشوط، نعود مع المركز الأول المنطلقة مع مقدمة الشوط. يا سلام، هناك الصدارة، هناك المنافسة على المركز الأول، وهناك من تنطلق مع مقدمة الشوط الشاهينية لسالم بن سعيد بن ناصر المنهالي. هو من يقود هذه الانطلاقة وهذه المنافسة القوية مع هذه الأعداد التي تشارك من أجل تحقيق الناموس بهذا الشوط. لكن المركز الثاني دموع مع المركز الثاني. يا سلام لحمد بن هلال بالزفنة العفاري يتواجد مع انطلاقتي واندفاعي. دموع اللي على المركز الثاني. المركز الثالث الشامخة، الشامخة مع المركز الثالث تغير على المركز الثاني في هذه اللحظات. لعلي بن صالح بن علي الحميري يغير أيضا على المركز الأول بهذه الانطلاقة وبهذه الاندفاعة والمشاركة القوية لهذه الشعارات. الله 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 الله، هناك المقدمة، هناك من غير على المركز الأول. الشامخة مع مقدمة الشوط لعلي بن صالح بن علي الحميري. هناك المركز الثاني أيضا من تصلنا في هذه اللحظات، اغزيلة مع المركز الثاني. مشاهدين الكرام، لمسلم بن حمد بن قناص العامري تتواصل وتصل بهذه اللحظات مع المركز الثاني مشاهدين الكرام. أما المركز الثالث ولكن من وصلنا أيضا، هناك بنت صغان لأحمد بن خلف بن براك المزروعي مع المركز الثاني. يا سلام، هناك المنافسة، هناك الانطلاق والتميز لهذه الشعارة. الماهر تصل لسيد سعيد بن مطر الرميتي، وهناك أيضا من يصلنا بهذه اللحظات، هناك مزون لسهيل بن سالم بن ثعلوب الدرعي. لكن أعود مع المركز الأول، أعود مع الصدارة، أعود مع الشامخة. الشامخة الكيلومتر الأخير، الكيلومتر الأخير المتبقي عن نهاية الشوط، ولا زالت الشامخة شامخة بأدائها الجميل. يا سلام، هناك من غير على المركز الأول، بن صغان لأحمد بن خلف بن براك المزروعي يغير على المركز الأول. ولكن من يصلنا أيضا في هذه اللحظات، مزون مع المركز الأول في هذه الانطلاقة لسهيل بن سالم بن ثعلوب الدرعي مع المركز
الأول، وفي هذه اللحظات أسامي أيضا في هذه المنافسة القوية تصل للمشاركة مع مقدمة الشوط، يصل في هذه اللحظات حسيلة مع المركز الثاني علي بن خليفة بن رشيد السويدي. يا سلام يا سلام، هناك حسيلة 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 على المركز الثاني والمقدمة مزون مع المركز الأول في هذه اللحظات، هي مع المركز الثالث الثلاث المراكز الأولى التي تتنافس على المقدمة على الصدارة. هناك المقدمة مزون عسيلة هيام هيام عسيلة مزون، اللحظات الأخيرة المتبقية على نهاية الشوط عسيلة وهيام هيام مع المركز الأول علي بن خليفة بن رشيد السويدي، والملاحقة أيضا من عسيلة مع المركز الثاني. مشاهدينا الكرام، تهانينا لعلي بن خليفة بن رشيد السويدي على فوز عسيلة وهيام في المركز الأول والمركز الثاني. المركز الثالث كان من نصيب مزول لسهيل بن سالم بن ثعلوب الدرعي. المركز الرابع الماهر لسعيد بن مطر بن محمد الرميت. المركز الخامس الشاهينية لمطر بن سهيل اليبهوني الظاهري. تهانينا مشاهدينا الكرام وألفي مبروك للسيد علي بن خليفة بن رشيد السويدي بفوز عسيلة في المركز الأول وهيام. تهانينا والناموس لفوز عسيلة وهيام أيضا في المركز الأول والثاني. المالك علي بن خليفة بن رشيد السويدي. لحظات الوصول إلى خط النهاية وتوقيتها الزمني في هذه اللحظات مشاهدينا متابعينا الكرام، لحظات وصول عسيلة وهيام على المركز الأول والمركز الثاني. بالفعل عسيلة من قطعت المسافة بسبع دقائق واحد واربعين ثانية ثم نتزامن الثانية. تهانينا أو هيام مع المركز الأول للسيد سهيل للسيد علي بن خليفة بن رشيد السويدي ثاني، والناموس المركز الثاني كانت عسيلة أيضا المالك علي بن خليفة بن رشيد السويدي لحصول عسيلة وهيام على المركز الأول والمركز الثاني بهذا الشوط. المركز الثالث وكان أيضا من نصيب مزون قطعت المسافة أو عسيلة سبع دقائق 42 ثانية. المركز الثالث أمزون سبع دقائق 43 ثانية سبعة زامن الثانية. تهانينا وألف مبروك لسهيل بن سالم بن ثعلوب الدرعي. تهانينا والناموس. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لازلنا نتواصل وياكم من هنا من أرضية ميدان